او الحب ديال اللوز اللي ما عمره ما شاف الشجره ديال اللوز كي دايره، يعني مساحه كبيره ديال الاشجار ديال اللوز. السلام عليكم خوتي اخواتاتي، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. الان احنا كنتواجدوا في منطقه ريسلان عاصمه اللوز اللي تابع الاقليم بركان. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا الاشجار ديال اللوز اللي كاينين هنايا. هذه البلاصه كامله عامره باللوز، اللهم بارك وزيد في ذلك. بلاد اللوز، هذه هي بلاد اللوز. نشوفوا كي دايره الجوده ديال اللوز في الشجر. قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا خوتي ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم مع الاحباب ديالكم، على بركه الله نبداو هذا الفيديو ان شاء الله. خير ديال ربي. الشجر تبارك الله راه واعد، اللهم بارك. ها هو الحب ديال اللوز، نطلبوا ربي تجي شي شتي واخرى ان شاء الله من بعد هذه اللي جات التاليه، ويزيد عاد الحب يكبر يدير الكليب يولي الحب غليظ. ها هو اللهم بارك، يعني مساحه كبيره ديال الاشجار ديال اللوز جنان. ها هو اللوز تبارك الله، الخير الخير ديال ربي. عاصمة اللوز منطقة ريسلان اللي تابعة لإقليم بركان. خير تبارك الله، اللهم بارك. شوف تبارك الله أشجار ديال اللوز، اللهم بارك. منطقة معروفة باللوز والجودة ديال اللوز، ما نهضروش عليها. شوف الطرب تبارك الله ديالها كي داير، اللهم بارك. شوف خصوصا مع هاد الشتيوة التالية، تبارك الله ما شاء الله. ها اللوز شو الخيرات، ها اللوز تبارك الله ما شاء الله. كاين اللي ماشي اي اللوز، كاين اللي داير هنايا الزيتون بحال هذا الجنان اللي هنا قدامو داير الزيتون. ها هو هنايا تبارك الله اللوز خير. الجنان هذا راه كبير هنايا، اللهم بارك. طلبوا ربي يسخر المواليح، يسخر لهم ان شاء الله تكون جودة مزيانة بإذن الله. شوف تبارك الله اللوز، كل شيء من هنا اللوز ما شاء الله. ها هو الحب تبارك الله، الخير ديال ربي. هاد الطريق هادي إلا مشينا معاها من هنا، هاد القدرون هادي مشينا معاها نتلاقاو سوق الحد ريسلان، يعني سوق الحد السوق الأسبوعي. وإلا كملنا مع الطريقين شان غادي نمشيو للعيون، العيون الشرقية، العيون سيدي ملوك. الى ولينا من هنا غادي نمشيو لتافوغلت مع هاد الطريق. تافوغلت راها من هنا هكذا، الشويحيه راها من هنا، الشويحيه راها في هذا الاتجاه هذا. والاجواء راها مشمسه اللهم بارك، يعني الجو زين. واخا حنا في فصل الصيف، بدايه ديال فصل الصيف، الجو راه ربيعي، الجو ديال الربيع. المهم هذا الصيف هذا الشهر هذا ديال شهر 6 اللي رحنا فيه بدات الشتاء، يعني كاين كما نقولوا مجموعين فيه كاع الفصول، فصل الرابع وفصل الشتاء. لحقاش الامطار اللي جات في هذا الشهر ديال شهر 6 ما جاتش في الشهور اللي قبل الصيف، ما جاتش فيهم الشتاء اللي جات في هذا الشهر هذا، اللهم بارك. ايوا كلشي ديال سيدي ربي. هذا خوتي نكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو، حاولت نوري لكم الاشجار ديال اللوز هي هذه. وكاين اللي ما عمره ما شاف الشجره ديال اللوز كي دايره، كاين اللي ما عمره ما شاف الشجره، هذه فرصه باش تشوفوا الجنانات ديال اللوز كي دايرين في اقليم بركان الفلاحيه، عاصمه الفلاحه ولا عاصمه البرتقال. وفيها هذه المنطقه هذه الجامعه اللي سميتها ريسلان معروفه باللوز، وهنا كيصدق اللوز. يقدر ديروه في بلاصه اخرى ما غاديش يصدق، ما غاديش تكون الجوده بحال ديال هذه المنطقه هذه.